أهلا بكم. في أربع مناسبات وفي نهائي كأس الأمم الإفريقية والسنغال تتحصل على ركلة جزاء في توقيت ولا أصعب، هنا في نسخة 2022 بالكاميرون. مع بداية الشوط الأول تحصل المنتخب السنغالي على ضربة جزاء، تقدم اللاعب ساديو ماني لتنفيذها، هنا تدخل محمد صلاح، ذهب للحارس المصري أبو جبل ليعطيه تعليمات كيف يتصدى لركلة الجزاء أمام صديقه في ليفربول ساديو ماني. فجأة قرر ماني استفزاز محمد صلاح وقاطع كلامه بطريقة غريبة وأشار للحارس المصري أبو جبل على الزاوية التي سيسدد بها. شاهد كيف تصرف ساديو ماني الذي قام بإهدار ركلة الجزاء، تصدى لها جاباسكي بطريقة رائعة. صلاح أيضا أطال الحديث مع أبو جبل، أراد فقط استفزاز ماني ونجح في ذلك. كان التوتر واضحا على ماني وسدد ركلة الجزاء بدون تركيز. أن تكون بلادك بصفر لقب وأن يكون لك ماضي سيء في ضربات الجزاء مع منتخب بلادك، وأن تضيع ضربة جزاء في المباراة النهائية ورغم ذلك تتقدم للضربة الترجيحية الأخيرة والفاصلة وتضربها بتلك القوة والدقة، فعلم أن اسمك ساديو ماني وأنك تملك قلبا حديديا. مبروك لماني وللمنتخب السنغال بأول لقب إفريقي في تاريخ المنتخب السنغالي.